Bonjour, je suis Abdelhadi Zainab, responsable commercial de la société immobilière Le Charme Immobilier. Notre projet en cours, c'est la résidence luxerie située à Nasser 2, derrière la clinique Nasser 2. La résidence, elle est composée de 25 appartements seulement, des appartements type S+2, S+3 et S+4. Elle est construite de très haut standing. Et le prix du mètre carré, c'est à partir de 2600 dinars, le mètre carré. Pour nous contacter, vous pouvez visiter la résidence à Nasser 2. Il y a le bureau de vente là-bas. Et vous pouvez nous contacter sur le numéro de téléphone, le 25 128 888. سي مهاز الهاشمي مرحبا بك في قناتنا تولنت في العقاريه تي في. كتنجم تقدم لنا اكثر لوكسري وتقدم لنا فوتر سوسيتي؟ والله نحب نقدم لنا نحن الجروب مقني. نحن من بدايه الفينات نحن في السيكتور ايموبيلي. دونك بدينا بلي سونتر كوميرسيو، بدينا بالاول من شارل دو غول، خذينا شارل دو غول نيو سيتي، من بعد عملنا سونتر مقني افنيو طاهر بن عمار. ومن بعد دخلنا في الايموبيليير، عملنا دي بروموسيون ايموبيليير، عملنا تروا زوبيراسيون منهم الملك والكازار في النصر، فهمتني؟ وعملنا كيلك زوبيراسيون اخرين في توسكي سيكتور ايموبيلي، ومنهم هذه الشركه اللي عندنا تاعها اللي هي هو الفونداتور نتاعها هو سيمون جي مقني، فهمت معناتها؟ وولده اللي هو سي محمد رشيد مقني هو تو هو الجيران دو لا سوسيتي لو شارم ايموبيلي كري اون 2003 اكزاكتومون، اون اون اوبتينو لاغريمون نتاعنا. عند المينيستير دو ليكيبمون يا وعملنا بليزيور اوبيراسيون نعملوا اون سبيسياليزي سيتلمون في الاكثريه في اللوتيسمون دي تيران خذينا في حدائق المنزه عندنا حكايه 20 هكتار في حدائق المنزه وعندنا 6 هكتار في بني خيار من الاول عملنا اون اوبيراسيون بريمير وانيه فيها 14 هكتار في بني خيار باسم الجروب الجروب ايموبيلي نتاع مقني وقتها سيتي لو كود دي كابون فهمتني ومن بعد عملنا توسكي لوتيسمون في بني خيار على بي 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 دون لو فهمت معناتها وعملنا ان سونتر دو فيل جديده كامله في بني خيار على البحر فهمتني ونا فوندو دي لو دو تيران بي دون لو بلوس عملنا دي كيلكو دوبلكس ابري 130 متر كاري بيان سور دو نيفو ريت شوسي و بريمير ايتاج عملناهم كل شيء هنا ايكولي تو لو برودوي وكانت اون غروند اكسبيريونس هذه الكل ومعروفه ديجا في في الكابون فهمت معناتها وكما قلت عندنا اوبيراسيون في النصر دي اوبيراسيون في النصر عملنا كما قلت زوز دوز اوبيراسيون دي اوت ستاندينغ دي زير بلس 9 و ار بلس 3 سيمي كوليكتيف فهمتني وتوا هذه توا الشارم ايموبيلي اللي قلت لك عليها هذه البروموسيون عملنا سوسي ريزيدونس لوكسوري فهمت موجوده توا هنا واحنا نحكيو على اللوكسوري شو تنجموا نعرفوا توا ولات متطلبات هي الرفاهه بالنسبه للرفاه نتاعكم شنو تقدمت لوشاري موبيلي من الرفاهه اللازمه في البروجي نتاعكم اللوكسوري عندنا نحن عندنا شنو يعني السيبل نتاعنا هي الاوت ستاندينغ الاكثريه في الاوت ستاندينغ والتونسي توا ولا الاكثريه اكزيجون برشا ويعرف كل شيء اللي برودوي كل يعرفهم ويتبع مليح ديجا تلقى سبيسيفيتي اللي عندنا نحن تلقى ريزيدونس كاردي كل شيء يعني ماربر مار بلون كل شيء يعني الاكثريه هو الكليون اللي اكزيجون سيرتانمون اكزيجون دونك نحن عندنا ان ستاندار اللي مش نحطوا عليه سي لوت ستاندينغ ونعرفوا احنا فما لوت ستاندينغ ومتطلباته لوت ستاندينغ زاد فما معادله تقول لا كاليتي اي لو بري والبري شنو هو البري هو البري حتى السيل هو كل واحد كما جاء سيد كتب الدوله وقال لي بقداش كود قداش تبيعوا في المتر كاري المشكله لازم تعرف عندي الكود كود روفيان نتاعك ترجع من التيران نتاعك قداش ماخذ التيران نتاعك عندي بعد تعمل كود دو كونستركسيون نحن توا الكود دو روفيان نتاعنا مش حتى نسكروه توا عملناه بريفيزيونيل توا واصلين الكود دو روفيان كامل نتاعنا احنا بالتيران وبالكونستركسيون وبالليزانتيري بونكير الكل توصل حتى 1700 دينار وانت خبير ثم خبير سواء الجروب لو شارم لو جروب مقني ولا لو شارم موبيلي شنو تنجم تقولوا على السيكتور تو في الوقت الحالي؟ والله السيكتور هو شنو جاته في البريود الصعيبه هي حكايه مش اكبر مشكله تو يعترضها هي وهو حتى على قصه عند بلدي كبير هي حكايه لي بلون ديميناجمون لي بلون ديميناجمون تو ما زالت ما صارش لي زابروباسيون والدي بلوكاج نتاعهم فما لي بلون ديميناجمون نتاع حدائق المنزل ثلاثه مازال ما تحلش نتاع المنيله ما تحلش دونك هو شيء هي المعادله كلها اللي باش تلقى انت معادله اللي كل مو هو
الكو دو روفيان. الكو دو روفيان هي الباز هو التيران، ما فماش ديلو دو تيران، يلزم اكستنسيون دي بلون داميناجمون تتحلل، يلزم الدوله توا ان شاء الله في الحكومات هذوما جدد توا يتعاقبوا الحكومه هذيا تصير يعني شويه امبولسيون دازين في الحكايه في التهيئه الترابيه وتستسيب لي بلون داميناجمون ولي ديبلوكاج بلوزيو بلون داميناجمون ما همش مسيبين. هو الاخراني الكي تشارج الاخراني اللي عملوها ديرنييرمون لايفاج عملوا دي كوفيسيون شجعوا فيهم لي نوفو بروموتور صحيح فهمت بور امبيوس ومش شوف لي نوفو بروموتور زاد فما مشكلة البنوك زاد التمويل تاع البنوك دونك هو كلها سلسلة كلها شين مربوطة ببعضها شكون فيها؟ فيها البروموتور فيها الكونسوماتور من الاخرين فيها البروموتور وفيها البنكيش تفهم فيا هذوما كلهم يدخلوا في الحكاية يعني باش ياثروا في ديرنييرمون على البري نحن متفانيين خير في السكتور اما شنو يلزم يلزم يعني الدوله يعني اللي لاهي بالمشاريع هذه يلزمها تشوف حكايه البلون ديماجمون على تسع البلون ديماجمون ان شاء الله. سي ماد نشكروك على حضورك معنا ورحاب صدرك معنا في قناه تونس العقاريه وان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم مرحبا بكم بارك الله فيكم وربي يشجعوكم على الخدمه نتاعكم وربي معكم. تعيش الله فيكم.